أهلا بكم في هذه الحلقة لهذه الليلة. هذه الحلقة بنحاول أن نرصد فيها كل ما يجري على الساحة وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي الزاخر بالإنجازات التي تواصل القيادة السياسية على أو تواصل تشييدها وإقامتها في ظل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تهدف إلى مصلحة المواطن وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة. في إطار مسيرة التنمية يتصدر ملف المرور والجهود المبذولة لحل أزمته، وللحديث عن جهود الدولة في حل أزمات المرور من خلال رفع كفاءة الطرق وإنشاء المزيد من المشروعات في مختلف المحافظات، معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والمطارات والمرور بهندسه بني سويف، وايضا المستشار الهندسي لمحافظ بني سويف. لكن قبل ما نبدا حوارنا معاه نطلع نشوف هذا الفاصل. ضمن إطلاق العديد من البرامج التنموية التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين، تواصل الحكومة جهودها في تحديث قطاع النقل والمواصلات والطرق، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير حركة المواطنين وإنشاء شبكة من الطرق تربط المحافظات بعضها ببعض، وكذلك توصياته برصف وتطوير الطرق بالقرى والمدن الصغيرة لربطها بالمحاور الرئيسية للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهد قطاع النقل والمواصلات طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث نفذت وزارة النقل عدد من المشروعات الهامة والعملاقة شملت إنشاء وتطوير وتجديد وتحديث كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة في طرق وكبار ومحاور أعلى النيل وسكك حديدية ومترو أنفاق وموانئ بحرية ونهرية وجوية. من جهتها نجحت الدولة في تنفيذ 85% من الخطة القومية للطرق، ووفقا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، وعبر استراتيجية وطنية للارتقاء بهذا القطاع، قامت وزارة النقل وهيئة الطرق بإنشاء ورفع كفاءة آلاف الكيلومترات من الطرق الفردية والمزدوجة، والتي تم فيها تخصيص حارات مرورية للنقل الثقيل مع إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكبار للحد من حوادث السيارات. شملت البنية الأساسية للطرق وتحسين الخدمات العامة عمليات رصف الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة إضافة للكهرباء والإنارة، إلى جانب توفير ما يلزم من وحدات الأمن والإطفاء والإسعاف على الطرق مستخدمين أساليبا وحلولا غير نمطية. ومن جهتها تتابع وزارتي النقل والتنمية المحلية تنفيذ المشروعات، مؤكدين على الالتزام بمعايير الجودة العالمية للأعمال مع التوسع في استخدام المعدات الحديثة للحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز المستهدف من العمل. أهلا بكم من جديد دكتور عبد الله. يمكن قبل ما نبدأ في الإنجازات اللي تمت على أرض مصر في مجال الطرق والكباري وشبكة المواصلات القوية، خلينا نتكلم أو نرجع شوية فلاش باك للخلف شوية، نشوف الوضع كان إيه ودلوقتي الصورة بقت إيه. خليني في البداية أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام، وخلينا نقول طبعا إن اللي بيحصل في مصر دلوقتي ما حصلش على مر تاريخها كله، وإن إحنا لما نيجي نتكلم على فكرة شبكة النقل لما نيجي نتكلم عليها فبنقول من أبجديات أي تنمية وجود شبكة نقل قوية لنقل الأفراد والبضائع بطريقة آمنة ومريحة واقتصادية. وإن الاستثمار في النقل مش فقط عمل مشروعات عبثية، ولكن بتفتح مجالات استثمار كبيرة في كافة الاتجاهات، سواء كانت زراعية أو صناعية، جذب مستثمرين، جذب فرص عمل كبيرة، بتبقى بتفتح مجالات لفرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل كبير. وخلينا نقول إن اللي بيحصل في مصر حاليا بدأ يعود بثماره بشكل سريع جدا في مناطق كبيرة حس بيها أبناء هذه المناطق، ولسه
يعني اللي جاي كمان هيبقى أفضل وأفضل بإذن الله. خلينا برضو ننقل الصورة قبل نفكر الناس بيها قبل ما تتم هذه المشروعات على أرض مصر. يتم استصلاح العديد من الطرق ورصف العديد من الطرق اللي بتصل ما بين المحافظات بعضها وبعض. طبعا هو في يعني قبل كده كانت بتبقى في خطط صيانه، ولكن كانت بتبقى متواضعه بنسبه كبيره، مفيش فرق او وجه مقارنه بين اللي كان بيحصل قبل كده وبيحصل في الوقت الحالي. لكن كان في نسب بتحصل، ولكن مش بالدرجه اللي بتحصل دلوقتي، لان دلوقتي زي ما قلت لحضرتك في مخطط معين وفي تارجت معين عايزين نوصل له، فبيتم التسريع بمعادلات التنفيذ وبجداول زمنيه، بحيث ان انا عايز اوصل للهدف الاسمى، ان انا عايز اني شبكه طرق عشان اوصل للهدف اللي بعدينه هو فتح استثمارات بشكل اكبر، فتح فرص عمل بشكل اكبر، بالاضافه لان المشروعات ديت من مشروعات كثيفه العماله اللي بتحتاج لايدي عامله بشكل كبير، وده اللي بتشير ليه كل المؤشرات العالميه بانخفاض نسب البطاله ومعدلات التضخم ومعدلات النمو اللي طالعه. دي كلها بتؤكد الكلام ده، مش كلامنا احنا، ده كلام كلها جهات خارجيه بتاكد ان ده بيحصل في مصر، رغم جائحه كورونا اللي بتجتاح العالم كله بتاثر عليه بشكل كبير. احنا بفضل الله احنا من اكبر الدول معدلات النمو فيها واضحه جدا وعاليه جدا. خلينا يعني على الارض، يمكن كان هناك تصميم من القياده السياسيه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم على ان تكون مصر يعني متماسكه بشبكه مواصلات قويه تربط كل المحافظات. خلينا نشرح ده على الارض بالتفصيل، يعني كيف بدا العمل على انشاء هذه الشبكه القويه. خلينا نقول وندي لكل حد حقه. طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني عنده جرأة القرار الصحيح، اللي هو يعني المخططات دي كان في جزء كبير منها موجود قبل كده، ولكن ما كانش في جرأة التنفيذ، فبدات تطبيق المخططات ديت وتطويرها وتعظيم الاستفاده بشكل اكبر، ووضع مقترحات اكتر وافضل وتطويرها وتحديثها بشكل كبير، وده اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي. فلما نيجي نتكلم على سبيل المثال، انا عندي وجه بحري وجه قبلي والمنطقه الغربيه، دايما كانت الاستثمارات بتوجه في المناطق القريبه من المنافذ، فكان دايما المستثمر بيدور على اقل طول، لان ده معناه اقل وقت، معناه اقل تكلفه. فكان دايما الاستثمارات بتوجه لوجه بحري بشكل كبير، فكانت دايما محافظات الصعيد بنسميها محافظات داخليه بتولد عندي مشاكل كتيره، وكانت محتاجه لفرص عمل واستثمارات بشكل اكبر باكبر من الموجود فيها. فبدا الاهتمام بالموضوع دوت وعمليه ربط المحافظات دي بشكل كبير. وخلينا نبسط الموضوع، نقول كده كاني شديت المحافظات دي حطيتها على منافذ البحر الاحمر. بدات اعمل تطوير لمنافذ مواني البحر الاحمر، وعملت ربط مباشر بين الجزء الغربي لجمهوريه مصر العربيه اللي هي الوادي الجديد ووادي النيل اللي هي محافظات الصعيد، بمحاور رئيسيه بتربطها بالمنافذ على البحر الاحمر. لما نيجي مثلا عندي في بني سويف، انا عندي الطريق القوس الشرقي من الدائري الاقليمي بوصل لمواني السخنه بمنتهى السهوله، عندي كان في الكريمات الزعفرانه، في بعد كده بني سويف الزعفرانه، في عندي الشيخ فاضل راس غارب، في بعد كده الاسيوط للغردقه، وعندي المثلث الذهبي تحت برضه بيوصل، عند حضرتك في سفاجه والقصير وابورديس، دي برضه كلها مواني على البحر الاحمر بدا تطويرها والاهتمام بيها وتنميتها وزياده الربط بيها. بدا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بان انا اعمل كل 25 كيلو محور على نهر النيل. محور ده مفهوم جديد علينا، هو مش كوبري، هو قبل كده كان بيتعمل كباري لنقل الحركه من اقرب مسار لاقرب مسار شرق وغرب النيل، لكن بدا دلوقتي يظهر في عندي مفهوم المحاور. المحاور ده عباره عن طريق بيشمل عده كباري، فخلينا نقول على سبيل المثال مثلا محور عدلي منصور ده بيشمل على ثلاث كباري، الكوبري على النيل، كوبري بعد كده بيعدي من على ترعه الابراهيميه وسكه حديد، وكوبري بعد كده بينزل على طريق بني سويف الفيوم اللي هو بنسميه طريق ديمو. فده محور سهل على ربط الاسيوط الغربي، لان هو الطريق اللي اخره اللي هو ديمو بيوصل على طريق الاسيوط الغربي، بعد كده الشرقي الغربي القديم هو طريق الصعيد، بعد كده الشرقي القديم، بعد كده الطريق الحر بتاع الكريمات اللي هو طريق الجيش. فكل دي محاور اتعمل زيها كده، بتعمل كل 25 كيلو، في محاور خلصت وفي محاور لسه. يعني انا عندي بعد كده في بني مزار، وبني مزار ده جاي اصلا من البويطي في الواحات الغربيه، بيعدي في طريق اتعمل من الواحات لبني مزار، بعد كده محور على النيل، بعد كده يستكمل من المنيا للشيخ فضل راس غارب. بعد كده في عندي ديروط في اسيوط، ده بيربط ديروط دي في اللي بتربط من اولا في محور من الفرافره تتبع الوادي الجديد لديروط في اسيوط، بيعدي النيل ثم يستكمل لغايه الغردقه. في عندي ملاوي وفي قوس وفي كلبشه وفي اسوان، كميه محاور بتتعمل جديده. كان كل المحاور اللي عندي 14 كوبري اتعمل عليهم 13 محور جديد في الصعيد فقط، غير المحاور
المحاور اللي اتعملت في وجه بحري دي كلها محاور من شأنها انها بتزود ربط الاماكن الداخلية بالمنافذ البحرية بحيث انها توجه الاستثمارات بشكل كبير. عشان نحس بالكلام دوت لازم نذكر الوقت. انا كان عندي من الفرافرة لغاية اكتوبر حوالي 8 ساعات عشان اروح البحر الاحمر تاني او روح الغردقه، كنت باخد حوالي برضو وقت مماثل. دلوقتي حضرتك من الفرافره لغايه ديروط حوالي 3 ساعات ثم استكمل الرحله في مده تقريبا قدها لغايه لما نوصل البحر الاحمر. فانا عايز اقوله ان الوقت انت قللته لاكثر من النص. فبشجع دخول المستثمرين بشكل كبير. دلوقتي حضرتك بتسمع عن استثمارات كتيره جدا في الوادي الجديد والاستفاده منها. عند حضرتك في بني سويف على سبيل المثال في كوم الراضي بقت من اكبر المناطق اللي عليها طلب على الاستثمار وسبقت في دوريات كتيره اقتصاديه جبل بن علي في الامارات. عندك منطقه بياض العرب في شرق النيل في برضه بني سويف زيهم زي كل محافظات الصعيد اللي بدا توجيه الاستثمارات فيها بشكل مباشر. واكبر مثال على كده حضرتك كان عندنا طريق زمان بنقول عليه طريق اسكندريه الصحراوي. حضرتك تمشي عليه دلوقتي مفيش ولا مكان فاضي عليه، كله انشطه سواء زراعيه صناعيه ترفيهيه سكن راقي، مبقاش صحراوي. فده دليل ان حضرتك طالما عملت طريق هيبدأ يبقى كل جانبات الطريق كل الأراضي اللي عليه هتبقى فيها استثمارات بشكل كبير واستثمارات مختلفة. فبدأت المسافات البينية اللي بين المحاور اللي اتعملت ديت كلها تبقى أماكن في طلب على الاستثمار عليها. بدأت حضرتك أنت توجه الاستثمار الأكثر احتياج عند حضرتك عايز توجهه فين وتوجهه بأي شكل وبأي صيغة. الجزئية الثانية غير أنك بتزود معدلات الربط، أنت بدأت تتفتح لأماكن كتيرة كنت دايما بتنادي أن أنا عايز أقلل الكثافات السكانية جوه الوادي المكدس بالسكان لأماكن جديدة أفتح فرص عمل للشباب. يبقى فيه تخفيف من الضغط السكاني الكبير جوه المدن القديمة يبقى فيها مشاكل كتيره جدا نظرا للنمو السكاني الكبير. فانت حضرتك عشان اقدر اطلع الناس دي لازم اوصل بمحاور كتيره واحط بدائل نقل كتيره تسهل عمليه الانتقال من والى الاماكن ديت. فالمحاور دي معموله بشكل في ترابط بين كافه اجهزه وزارات الدوله، بان انت طبعا لما باجي اتكلم على السياحه لازم يبقى في تعاون مع السياحه مع الاسكان مع الزراعه. كل الوزارات بتعمل على يعني قلب رجل واحد للاستفاده وتعظيم الاستفاده من كل المشاريع اللي بتتم، ودي كلها مشاريع قومية بتخدم الدولة كلها بشكل عام. طيب كان هناك أيضا توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بمحاور شرق القاهرة، يعني شفنا الرئيس في أكثر من مشهد في شرق القاهرة يتابع إنشاء الطرق يتابع الكباري والأنفاق وأهمية ربطها بالمدن الجديدة، كان هناك تركيز أيضا على هذه النقطة. تمام طبعا طبعا، يعني خلينا نقول ان سياده الرئيس دايما معودنا ان هو يبقى متواجد في وسط ابنائه، ودي رساله ليها مدلول كبير قوي خارجي وداخلي بتؤكد على تلاحم الشعب المصري والتفوف حوالين قيادته، بالاضافه لان بتدي دفعه كبيره وبترفع من الروح المعنويه للناس اللي موجوده على الارض ان اكبر قياده في الدوله موجوده في وسطيهم. فدي بتزود معدلات التنفيذ بشكل كبير. نيجي لجزئيه المحاور بتاعه شرق القاهره، انا عندي منطقه شرق القاهره اللي فيها مطار القاهره وده اكبر منفذ عند حضرتك اللي هو المطار الدولي لمصر كلها، ولابد من تسهيل الحركه للوصول من والى المطار بشكل كبير. الكثافات المرورية اللي كانت بتزيد بشكل كبير نظرا للامتدادات السكانيه اللي بقت موجوده حوالين القاهره، ففي طلب للنقل من والى المناطق ديت. فكان يعني بيبقى في يعني ارغام للمركبات او الرحلات ديت انها الدخول في الشوارع الداخليه. فدلوقتي بدا الفكر بان انا اعمل محاور لنقل الحركه مباشره لخارج القاهره دون الاحتياج للدخول في الشوارع الرئيسيه، اعمل تكيفات ليها لتقليل الازمنه لاكبر قدر ممكن. وفي نفس الوقت تسهيل الحركه والوصول للمجتمعات العمرانيه الجديده زي حضرتك العبور والشروق وعند حضرتك طبعا القاهره الجديده عند حضرتك التجمع الخامس للقاهره الجديده والابتداءات للعاصمه الاداريه الجديده اللي هتبقى منطقه يعني عاصمه اقتصاديه مش للقاهره بس للمنطقه كلها نظرا للمخطط اللي بيتم عمله للمنطقه دي كلها. من انفاق تم ربط مثلا قناه السويس اسفل قناه السويس لربط المنطقه الشرقيه سيناء من خلال 5 انفاق، ثم ربط الكلام ده كله بالعاصمه الاداريه الجديده من خلال محاور اتعملت شرق غرب القناه. بعد كده في عند حضرتك بدائل كتيره وصلتها للعاصمه الاداريه الجديده زي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف اللي هو ال ار تي والقطار الكهربائي السريع اللي هيتم ربطه بكافه انحاء الجمهوريه. كل دي بدائل، بالاضافه طبعا كل دي وسائل نقل صديقه للبيئه اللي هو النقل الاخضر اللي بيوجه بيه سياده الرئيس ان يتم دايما الاستعانه بيه لتقليل التلوث على الطرق. برضو المحاور دي لما بقلل الكثافات انا بقلل التلوث بشكل كبير من عوادم السيارات اللي كانت بتتكدس لفترات ساعات طويله على المحاور ديت. فهو برضو احنا زي ما عنا على الانشاء والاستثمار عنا على صحه المواطن المصري بان احنا بنحول النقل بشكل كبير لنقل الاخضر من خلال زي ما قلت حضرتك كده المترو او انواع القطارات المتعدده سواء المونوريل او القطار الكهربائي الخفيف او القطار السريع كلها وسائل كهرباء. هنتكلم عنها موضوع القطار الكهربائي ده لكن بعد ما نطلع لفاصل قصير ثم نعاود حوارنا مع حضرتك.
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة. أنا بعمل كل الحجم ده من الكباري ومن الطرق ليه؟ الهدف منه إيه؟ تحرير الحركة يا فندم. تحرير الحركة بالظبط. فأنا عايز أقول لهم إن أنا بحرر الحركة. أدي محور الشهيد أهو وأدي محور حسن محمود. أنا بعمل بقى الحركة بتاعت ذاكر حسين بالكامل بحررها له لغاية فين؟ لغايه الدائري قررتها له بالطريقه دي بالظبط. انا عملت كم محور موازي بقى فندم؟ يبقى عندي الشهيد بالظبط، عندي زكر حسين، عندي النصر السكه البيضاء لو سميتوه طريق النصر، ثم صلاح سالم، ثم جس السويس. تمام فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. يبقى انا شرق القاهره، شرق القاهره كله بالزبط. ككتله فيها حوالي 4 5 مليون. تمام. احنا حلينا الايه الحركه, الحركة بالنسبه لهم تماما. بتتحرك فيها 2 3 مليون عربيه بالزبط. انا خليت ال 2 3 مليون عربيه دول يتحركوا في لا زمن. تمام. هو ده اللي انا احب اسمعه واقوله للايه تمام للناس عشان تبقى فاهمه ليه احنا بنعمل ده كله. الفلوس دي كلها بنصرفها عشان نعمل حركه ميسره تمنع التلوث، تضيع وقت وجهد كتير وقود كتير وتخفف على الناس. المحور بتاع شين زهاب اللي احنا قلنا عليه مهم قوي انك انت تقول هنا ان احنا قلنا هنكمل جوه ال مدينة الأمل عشان نفتح لهم محور هم بالظبط. فوق هيبقى كوبري وتحت بقى ايه طريق لهم بالزبط. طريق لهم تمام. طريق لهم، ثم بقيه الطرق اللي احنا بنفكر ان شاء الله نعملها لهم عشان نخلي المكان هناك اكثر سهوله في الحركه دي لغايه لما نوصل طريق السويس. وقد اطلع السيد الرئيس من المسؤولين الانشائيين في بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشددا سيادته على الالتزام بسرعه معدلات الانجاز. من جديد برحب بضيفنا دكتور عبد الله ابو خضره. دكتور عبد الله، كنا بنتكلم عن المونوريل القطار الكهربي السريع وتاثيرهم ايضا في نقل الحركه زي ما تابعنا في الفاصل منذ قليل. طبعا هي كلها وسائل نقل بتسبب نقل اخضر صديقه للبيئه، بتعمل بالكهرباء. هيتم برضو ادخال معاهم مجموعه من الاوتوبيسات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء برضو لتقليل التلوث اللي بيحصل. المونوريل ده عباره عن قطار كهربائي احادي السكه بيسير على قمر خرساني، هيطلع من عند محطه الاستاد لغايه العاصمه الاداريه الجديده حوالي 56 كيلو. السرعه بتاعته حوالي 80 كيلومتر على الساعه، هيوصل في 60 دقيقه الرحله بتاعته. في 22 محطه، هي بتبقى محطاته معلقه كده. 22 محطه. في ده جزء، في خط تاني هيبدا من جامعه الدول العربيه، هيوصل لاكتوبر وزايد وممتداد 6 اكتوبر الجديده. ده هيبقى حوالي 42 كيلو، 12 محطه. عندي كمان للعاصمه الاداريه الجديده في القطار الكهربائي الخفيف، ده غير القطار الكهربائي السريع. القطار الكهربائي الخفيف ده اللي هو ال RT، ده هيطلع من السلام وهيروح العاصمه الاداريه والعاشر من رمضان، مرورا بالمجتمعات المنوره الجديده زي ما بنقول لحضرتك العبور والشروق. فدي كلها بتساعد لمعدلات التنميه والاسكان بشكل كبير في المجتمعات المنوره الجديده. نقل المجتمعات، نقل المجتمعات. ما هو انا عايز وسيله نقل بسيطه وسهله اقدر اروح واوصل بيها للمكان اللي انا هستقر فيه يعني. ده بالنسبه للقطار الكهربائي الخفيف اللي هو ال RT، احنا قلنا هيطلع من الاستاد للعاصمه الاداريه والعاشر من رمضان مرورا ب المجتمعات المنوره الجديده زي العبور والشروق. في بعد كده القطار الكهربائي السريع، وده حضرتك اول مرحله فيه، هتبدا من العين السخنه هتوصل للعلمين مرورا بالعاصمه الاداريه الجديده. بعد كده في من العلمين لغايه مرسى مطروح، ومخطط ان شاء الله يستكمل لبني غازي. الخط اللي بعد كده فيه حضرتك من عند الاقصر لقينا الاقصر سفاجه هنا، ده برده عشان يسهل حركه نقل ابو طرطور، ينقل يسهل حركه الالومنيوم اللي بتصدر الخارج وحركه السياحه من والى الغردقه الاقصر. في الخط الرابع بقى حضرتك اللي هيوصل من 6 اكتوبر مرورا بكافه محافظات الصعيد غرب النيل لغايه لما يوصل اسوان، ومن المخطط ان شاء الله انه يتم استكماله لوادي حلفه في السودان، بحيث انه يبقى نواه لربط مصر بدول الجوار سواء غربا في ليبيا او جنوبا في السودان. ودي طبعا من المحاور احنا كنا بنتكلم فيها ان ده من الحاجات اللي هتحول مصر لمركز تجاري كبير، لان انت حضرتك بتبدا تربط دول الجوار بحضرتك وخصوصا دول داخليه. القطار هيوصل بالسودان، المخطط بقى فيه كمان اللي هو الطريق القاهره كيب تاون، ده هيوصل 9 دول افريقيه.
طبعا فيها دول حبيسه ما بتطلش على اي بحار فهتبقى انت المنفذ لقاره افريقيا، فده هيعلي القيمه الاقتصاديه بتاعت حضرتك بشكل كبير. ولابد من مواكبه الكلام ده بتطوير مجموعه المواني. يعني لما اجي اتكلم مع حضرتك واقول لك هنعمل خط سكه حديد من العين السخنه لغايه العلمين، فانا بعمل قناه سويس موازيه. انا قناه سويس بتاعتي تم تطويرها وعمل قناه جديده عملت على توفير الوقت 11 ساعه كانت بتحصل انتظار للخط الملاحه، لان القناه بتصير في اتجاه واحد. كل بدائل النقل او كل برامج النقل العمليه بتقيم اي بديل بناء على الوقت، لانه بترجم لتكلفه. فلما اقول لحضرتك انا وفرت 11 ساعه، انا بعظم من البديل النقل النهري اللي موجود عندي اللي هو الخط الملاحي بتاع قناه السويس، لان في اماكن مجاوره عايزه تعمل خطوط موازيه تاثر بيها على خط الملاحه، فكان بيتم تجهيز خطوط سكه حديد سريعه. فلما اجي اعمل خط سكه حديد من العين السخنه لغايه العلمين في مرحله كمرحله اولى تنتهي في سنتين، طبعا انا بعمل قناه السويس جديده زي ما كنت بقول انا عايز انمي محور قناه السويس والدعم اللوجستي. انت عند حضرتك مصر كلها بتتحول من خلال خطوط السكك الحديد السريعه او محاور الطرق اللي حضرتك بتم انشائها حاليا، او طريق قاهره كيب تاون اللي تم انشاء المرحله الاولى منه تقريبا اللي هو هيبقى الطريق الغربي، طريق اسوط الغربي حاليا تم تطويره وعمل اربع حارات في كل اتجاه للمركبات العاديه، وعمل طريق خدمه خرساني للقادم من الصعيد للقاهره، وده اطول طريق خدمه طريق خرساني موجود في المنطقه، بالاضافه لطريق اسفلتي للقادم من القاهره متجه جنوبا للصعيد. ده هيبقى طرق خدمه للنقل فقط، فصلت حركه النقل عن المركبات العاديه. على ذكر يعني محور قناه السويس، اعتقد انه الشغل اللي بيقام حاليا على هذا المحور وامتداد قناه السويس بيمهد الطريق لإقامة مناطق اقتصادية لوجستية عالية تكون مصدر جذب اقتصادي كبير لمصر. طبعا يا فندم، كل الأراضي على جانبي القناة دلوقتي بتمثل مناطق جاذبة للاستثمار بشكل كبير جدا. بيتم الاهتمام بمناطق المواني اللي موجودة بحيث تسهل حركة النقل وتداول الحاويات اللي موجودة، سواء في منطقة السخنة اللي تم إضافة حوالي 350 ألف متر مسطح لبناء السخنة الاستكمال وإمدادها بمعدات لعملية النقل والشحن والتفريغ صديقة للبيئة، بحيث أنه يصبح مركز إقليمي كبير عالمي، بالإضافة للاهتمام طبعا بمواني بورسعيد وشرق بورسعيد، بالإضافة لتطوير كمان يعني مع الذكر مع يعني طالما ذكرنا بقى موضوع المواني، خلينا نكمل المواني دمياط والاسكندريه، لان الاسكندريه برضه هتبقى نقطه ارتكاز كبيره، لان انت اخذت من نقطه بعيده بالقطر السريع على العين السخنه هتربط بابعد نقطه عند حضرتك غربا من الاسكندريه كنقطه ارتكاز قدام اوروبا، فدي هتبقى نقطه ارتكاز كبيره جدا واسواق كبيره جدا. فتم عمل وتطوير ميناء الاسكندريه بعمل منطقه للحاويات تم التعاقد فيها مع ثالث اكبر شركه ملاحه عالميه وشركه فرنسيه، تم تخصيص حوالي 560 الف متر مسطح للمنطقه ديت او المحطه ديت، هي محطه تداول بتعمل تحت اداره الشركه الفرنسيه. تم عمل رصيف بطول 2500 متر هيبقى منه ثلاث ارصفه للحاويات واثنين للسفن واثنين للبضائع العامه، بالاضافه لتحويل ميناء ابو قير لميناء حر، ميناء منطقه حره، تحويل منطقه حره يخضع لاحكام المناطق الحره. طبعا ده هيعمل تغيير جذري في المنطقه، بالاضافه لتخصيص حوالي 594 الف متر مسطح للميناء، وعمل غاطس يصل ل 17 متر لتحويله ايضا لمنطقه لوجستيه لمناطق المواني محوريه ومناطق لوجستيه عالميه. كل دي انا بدات فيها حاليا، مش مستني لغايه لما اخلص القطار الكهربائي. بدات تطوير المواني ديت، بدا تطوير ميناء ابو رديس، سفاجه، القصير، الغردقه، راس غارب، السخنه، كل ده تطوير المواني المنافس بتاعتي على البحر الاحمر او البحر المتوسط، بالاضافه لتطوير وتعظيم الاستفاده من المواني الجافه بحيث انها تكون جاهزه لاستقبال المواني. زي حضرتك في عند حضرتك المواني الحدوديه اللي هي رفح وطابه وقسطل واركين وحضربه، في عند حضرتك انشاء اربع مواني جافه جديده زي سوهاج ودمياط، سوهاج ودمياط والعاشر من رمضان وبرج العرب. المينا الجاف في 6 اكتوبر وتطويله على مساحه 400 فدان بتخصيص بعمل شراكه مع الجانب او الشريك يعني جهات شركات خاصه للاستفاده منها في تطوير المينا الجاف، زياده ربطه بخطوط السكك الحديد بشبكه سكك حديد على مستوى الجمهوريه لتسهيل حركه النقل. كل دي انت بتجهز
الدولة كلها بحيث انها تبقى مركز تجاري على كامل اراضيها لنقلها والاستفادة منها بشكل كبير. عايزين نتكلم عن المركز النقلي الاقليمي لكن بعد ما نطلع مع بعض نشوف هذا الفصل. دكتور عبد الله ابو خضره، يمكن عايز ارجع معاك تاني للقاهره العاصمه الام، وخصوصا الكثافات المروريه وازمه المرور، الى اي مدى يعني حققت الطرق الجديده تخفيف من هذه الاختناقات؟ يعني احنا مش عايزين ننسى ساعه لما اخذنا صفر المونديال بسبب ان كان اللجنه اللي جت ولقت ان الشوارع مكدسه وفي تلوث مرور كبير. فيعني يمكن احنا نسينا، انما اللي بيتم دلوقتي ما حصلش قبل كده، وعمليه تطوير واعاده صياغه لمصر كلها. وطبعا يعني لابد من ان العاصمه يكون ليها دور كبير، لان هي واجهت الدوله كلها بتخفيف الكثافات المروريه الكبيره، وخصوصا ان هي فيها اكبر نسبه عدد سكان موجوده في مصر كلها موجود في العاصمه الكبرى هي القاهره والجيزه الجنوبيه. فكان لابد من ايجاد حلول سريعه لتخفيف الكثافات المروريه ووجود بدائل، مش فقط بديل واحد. فانا على سبيل المثال كان عندي الطريق الدائري اللي انشئ سنه 81، كان بدايته سنة 81. الطريق ده أصبح مكدس رغم تطويره، إلا أنه أصبح مكدس ووصل لأعلى ساعة ممكن مرورية، وكانت الناس بتقف عليه يعني بالساعات. الصيانة بتاعته فكان لابد من إعادة صياغته. فاللي بتعمل دلوقتي في الطريق ده القديم كأني بعمل طريق جديد خالص، بوسعه، يعني بعمل 8 حارات في كل اتجاه. بالإضافة لأن هيبقى في حركة، في حارات مخصصة لحركة الخدمات زي الإسعاف والشرطة، وهيبقى في حركة للنقل السريع، أتوبيسات، وبيتم دلوقتي المفاضلة بين شركات عالمية في اختيار نوع الاوتوبيس اللي هيبقى موجود اللي هو البي ار تي، اوتوبيس خفيف هيعمل بكهرباء لنقل الافراد بشكل اسرع. وطبعا دي كلها افكار هي كانت جديده علينا من منظور دوت. ما اكتفيناش بكده فقط، ولكن بدانا نعمل رينج رود تاني، طريق دائري اكبر من الدائري دوت بنص قطر اكبر، اللي هو الدائري الاوسطي، بحيث ان هو يتناسب مع المجتمعات العمرانيه والامتدادات الطبيعيه اللي تمت في خلال السنين اللي فاتت. فاصبح في الدائري الاوسطي بيربط المجتمعات العمرانيه الجديده. بعد كده الطريق الدائري الاقليمي اللي تم استكماله وتطويره بشكل كبير لنقل الحركه من الجنوب للشمال دون الحاجه للدخول داخل العاصمه الكبيره الكبرى، وعمل تكدسات مروريه كبيره. فدي كلها افكار بتنقل الحركه من داخل الخارج، بتخفف كثافات مروريه، بتقلل ازمه الانتقال. عملت ايه على الارض يا دكتور؟ يعني خلينا نتكلم عن ازمه المرور اللي بنتكلم عليها من عشرات السنين، وصلنا لحد فين فيها؟ طبعا هو زي ما قلت حركة دراسات مرورية سريعة بتتعمل وبيتم عمل حلول على أرض. حضرتك شايف كل النقط اللي كان فيها مشاكل عندي في شرق القاهرة في مصر الجديدة ومدينة نصر تم حلها من خلال كباري لنقل الحركة بشكل كبير. حضرتك عندك يعني على سبيل المثال الاوتوستراد ومداخل عباس العقاد ومكرم عبيد، جوه عباس العقاد النقط اللي كان فيها التقاطعات الكتيرة دي كلها تمت من خلال عمل حلول مرورية. دي بنسميها احنا عندنا كونفليكت بوينت، فيها اللي هو نقط التداخل كتيرة جدا. فكان لابد من عمل الحلول ديت، والحلول دي زي ما قلت حضرتك حلول جريئة كان لابد من اتخاذ قرار بيها وعملها بسرعه. وخلينا نقول ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا بقى الكوبري عندنا بيخلص 3 شهور، وده معدل قياسي باعلى جوده ممكنه شاهد بيها العالم كله. فده حط حتى الشركات المصريه والعامل المصري في درجه اعلى، زي ما الطرق كانت تقدمت برضو الفني المصري ارتقى مع رقي الدرجه بتاعه الطرق، لان هو اللي بينفذ الكلام دوت بشركات وطنيه 100%. بقى عندنا خبرات كبيره، يعني احنا كان زمان عندنا مهندس يقول انا نفذت كوبري، دلوقتي حضرتك المهندس واحد مشترك في كذا، يعني العمليه بتاخد 3 شهور. فخلينا نقول ان ده سهل بشكل كبير جدا جدا فك الازدحامات المروريه الداخليه. وكان بيتقال ان مصر بعد سنوات ستتحول الى جراج كبير، يعني احنا كنا تقريبا دخلنا على المرحله ديت، يعني خلينا نقول صدقيني احنا كنا بدانا نخش على المرحله ديت في اوقات كتيره. عندي دلوقتي بيتم تخطيط العاصمه كلها بشكل
يمكن احنا مش عشان مش الصوره مش واضحه بشكل كبير، خلينا نقول ان العاصمه القديمه دلوقتي بيتم تفريغها من الهيئات الحكوميه. دي هيفرق معانا كتير لما تيجي حضرتك تلاقي الرحلات اللي في طلب على النقل عشان تقضيه مصالح شخصيه جوه العاصمه، هتلاقي عدد رحلاتها تقريبا قد عدد رحلات الناس اللي جوه القاهره. فلما طلع المصالح الحكوميه ديت من داخل القاهره للمناطق الجديده، انا نقلت كمية رحلات كبيرة جدا وبدأت أقلل كثافات جوه القاهرة. فده لابد من عمل محاول الربط مع الأماكن الجديدة اللي هنقل ليها الهيئات الحكومية زي العاصمة الجديدة، هيتنقل ليها 18 وزارة بالإضافة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، فطبعا دي هتخف الضغط بشكل كبير جدا. فلابد من عمل محاور تسهل حركة للدخول والخروج، انك تقدر توصل للاوتوستراد وصلاح سالم والدائري بسهولة. فكان عند حركة محور حضرات، عند حركة محور الفردوس، عند حركة المحاور العديدة في جسر السويس، والمحور زي شينزو أبي، المحاور كتيرة جدا بتتعمل دلوقتي لتسهيل الحركة من وإلى الدوائر الأوسع عشان ما بقاش في احتياج للدخول في الشوارع الضيقة، وعمل تكدسات كبيرة. طيب منذ أيام أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مركز النقل الإقليمي، ويمكن ده كان الهدف منه القضاء على المواقف العشوائية للأوتوبيسات وسيارات النقل. يعني خلينا نتفق ان دلوقتي بيتم عمل تطوير للعاصمه كلها، بان احنا بيتم الغاء كافه العشوائيات، سواء كانت العشوائيات دي كانت مساكن موجوده، بيتم تطويرها ونقل المواطنيها لاماكن تليق بيهم. وفي نفس الوقت المواقف العشوائيه وكل العشوائيات اللي كانت بتتم على كتير من الطرق، تم نقل المواقف ديت وتخصيص مواقف مركزية تحت إشراف وإدارة الدولة بشكل أكبر في أماكن أنت اللي بتختارها. المركز الإقليمي، النقل الإقليمي أو الدولي اللي معمول ده بجوار مطار عن تقاطع الدائري مع طريق السويس، تم تطوير الدائري لثمان حارات والسويس ثمان حارات في كل اتجاه برضو. طبعا منطقة تستوعب حركة نقل والدخول والخروج بشكل كبير هي هتبقى قدام المطار. طبعا ده فكر أن أنت تنقل كل اللي بينزل من المطار عايز ياخد أي وسيلة مواصلات داخليا أو خارجيا، يبقى مركز إقليمي في كافة الخدمات اللي تخدم أي مواطن عايز يتنقل لاي منطقه. فطبعا ده تخطيط، انت بتعيد تخطيط العاصمه من اول وجديد. بالاضافه لتطوير الداخل من خلال زي ما قلت لحضرتك دلوقتي محور حضارات، محور الفردوس، محاور كتيره، يعني مش فقط في القاهره في مصر الجديده ومدينه نصر، عند حضرتك محور الملك سلمان في الجيزه، عند حضرتك محور عند الوحات، عند حضرتك محور عند مشعل، محور 30 يونيو كده، محور يعني انا اقصد ان مش فقط في حته معينه، انت بيتم تخطيط المشهد كله بشكل كبير بحيث ان انت تستفيد من العاصمه. بالاضافه لان انت في توجه لتحويل العاصمه لمزار سياحي كبير، تقدر تبقى فيه استثمارات سياحيه، مراكز تجاريه، اسواق، كل ده هيحتاج ان انا لما اجيب سائح عندي لابد من تسهيل حركه النقل عندي، ما يبقاش هيقضي الرحله كلها. ده هيخفف عن العاصمه كتير. طبعا بالاضافه للمواطن المصري ده رقم واحد ان هو يبقى بيتحرك بسهوله ويسر. طبعا نطلع نشوف مع بعض هذا التقرير ثم نعاود حوارنا مع حضرتك. صرح جديد يبنى بأيادي مصرية وبتوجيهات رئاسية، ذلك وقطاع الطرق والكباري الذي يشهد اهتماما كبيرا منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم. عندنا مشاريع كبيرة زي مشروع طريق الدائري الأوسطي، واحنا واخدين منه جزء كبير 26 كيلو، عليها حجم أعمال صناعية 6 كباري، وكذلك كوبريين مشاة لخدمة المواطنين في التنقل من مكان لمكان، وتم الانتهاء من المشروع بالكامل بنسبة 100%. وبخلاف الطريق الدائري احنا الاوسطي معانا برضو مجموعة مشاريع، منها طريق الواحات، طبعا ده مشروع كبير برضو عليه حجم اعمال كبير برضو، عدد من الاعمال الصناعية، كباري ونفق، من ضمنهم الموقع اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي ده تقاطع الطريق الدائري القديم مع طريق الواحات، وده بيشمل على عمل صناعي كبير اللي احنا واقفين فيه ده كوبري من بنقل حركة المرور من الدائري الأوسطي لطريق الواحات، بجانب الكوبري في بجواره تماما نفق بينقل حركة المرور من المتجه من مدينة 6 أكتوبر او مدينه حدائق اكتوبر للطريق الدائري. احنا شغالين، احنا كشركه شغالين 24 ساعه ما بنتوقفش، ولكن كل ده في ظل جميع الاجراءات الاحترازيه
اللي منصوص عليها والوزارة الصحة بتقول عليها جميع العاملين ملتزمين بيها وفي قائمين على التفتيش على ان الاجراءات دي تكون بتتم بكاملها بكامل التعليمات الموجودة من وزارة الصحة. قبل ما تبتدي في العمل في هذا المشروع بتكون بتدور له الاول على حلول المرورية قبل البدء فيه، فبتدور على محاور اخرى تمشي فيها الطريق يبقى المرور ماشي بطريقته الطبيعية اللي كانت موجودة قبل وجود هذا المشروع، لحين ما ينتهي المشروع بتتلغى هذه المحاور ويرجع الطريق على نفس المحاور اللي كان شغال عليها. من أجل غد يليق ببلدنا وتوفير عمل لشبابنا وأمن واستقرار للمحروسة، تعمل كل الجهات بجهد وعزم. مرة أخرى نعود لاستكمال ملفاتنا النهاردة وملف النقل والطرق في جمهورية مصر العربية. يمكن من المهم أن احنا نتكلم عن إنشاء الطرق والكباري دكتور عبد الله، لكن أيضا من المهم أيضا أن نتناول موضوع الصيانة، لأنه أنت النهاردة بتنشئ طريق لازم تعمل على الحفاظ عليه، اللي عندنا طرق كتيرة ما قدرناش نحافظ عليها خلال السنين اللي فاتت كلفتنا كتير. صحيح يا فندم، كلام حضرتك مظبوط 100%، وطبعا اهم الانشاء كمان ان انا لازم يبقى في عندي تصور لعمليه الحفاظ على المنشا اللي انا عملته، وخصوصا المنشا دوت مش رخيص يعني اتكلف كتير، فلابد من وجود استراتيجيه معينه للحفاظ على المنشات ديت اللي هي الطرق على مدار او اثناء عملها يعني. فخلينا نقول ان في خطط دلوقتي بتتحط للصيانه بشكل اكبر من ما كان بيتم قبل كده، بوضع تصورات لاستخدام تكنولوجيا احدث ما كناش بنتكلم فيها قبل كده خالص لاعاده تدوير الطرق القديمه، وده بيوفر وقت وبيوفر تكلفه وبيوفر مجهود وبيوفر يعني بيقلل من التلوث. يعني كل دي فوائد كتيره بتعود علينا. بدا في توجه عام من الدوره دلوقتي لاستخدام معدات زي معدات الاف دي ار اللي هي بتعيد تدوير الطريق مره ثانيه، مراحل جزء من المراحل التنفيذ يعني، فده ما كانش موجود عندنا قبل كده. ده بقى في توجه عام للعمل بيه، في اعاده استخدام الاسفلت مره ثانيه من خلال عمل وضع مستحلب اسفلتي او تعديل في بعض المحطات الخلط بحيث يتم الاستعانه بجزء من الناتج القشط في المحطه بحيث انه يعاد استخدامه مره ثانيه، وبيدي كفاءه ممتازه يعني، وكانه يعني معمول زيه زي اللي كان منشا قبل كده بمواد خام جديده. فطبعا دي انت كمان بدات تجود في طرق الصيانه، الموارد او الـ او الـ او الميزانيه اللي بتوضع على الصيانه دلوقتي لا تقارن بما كان يوضع سابقا. انا عايز اربط كمان موضوع الصيانه بتقليل نسبه الحوادث، لان طبعاً على الطرق كانت مشكله الصيانه بتلاقي الطريق نازل طالع مطبات حفر، كل ده محتاج يعني عدد. بالنسبه للحوادث بناء على الاحصائيات الحديثه انت حصل تطور، تقريبا نسبه الحوادث قلت بنسبه 50% عما كان يحدث قبل كده. فطبعا تطور كبير جدا، وخصوصا ان انت كان عند حضرتك التوجه العام برضو، خلينا نقول دي برضو من القرارات اللي كانت يعني فوق الممتازه، ان انا اعظم بدائل نقل موجوده. انا عندي بديل نقل بحري، بديل نقل السطحي، السطح ده فيه سكه حديد وفيه طرق. كانت فتره من فترات نظرا لتعاظم تكاليف الصيانه بتاعه السكه الحديد والنقل النهري، فتم التوجيه بشكل غير مباشر لان بقى كله على الطرق، فده زود قوي معدلات الحوادث، زود معدلات سلاك الطرق زي ما حضرتك بتقول، فانت ما بتحسش بالصيانه لان انت بقى ما عملت مش قادر تواكب الاحمال العاليه ومعدلات الرحلات اللي بتتزايد على الطرق. فانت حضرتك لما بدات تعظم بديل النقل من خلال السكه الحديد، من خلال اكتر بديل بتطوير السكه الحديد، منظومه السكه الحديد القديمه كلها يعني في ديسمبر 2021 هيكون حضرتك طورت كامل منظومه السكه الحديد اللي بتعمل بالديزل، من سكه لمحطات لاشارات لمزلقانات لقطارات عربات وجرارات، كله هيكون تم تبديله بشكل 100% او تطوير ورفع كفاءه الوحدات اللي كانت كفاءتها اعلى من 60%. فطبعا ده انجاز، بالاضافه لادخال بدائل ثانيه وصديقه للبيئه زي قطار الكهرباء السريع او المونوريل او المترو او قطار الكهرباء الخفيف او حتى المركبات صديقه للبيئه زي ما قلنا الاوتوبيسات اللي بتعمل الكهرباء والغاز الطبيعي. بالاضافه لتطوير والاهتمام بالنقل النهري بتطهير المجاري المائيه وتعظيم دور النقل النهري مره ثانيه. انا عايز اتكلم عن النقل النهري ده بالتفصيل، بس نطلع عندنا تقرير كمان اخير ونطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام.
وانا داخل من الرئيسي على فرع هنا لقيت ان الدخله حد قوي، لا وسعوا الموضوع وخلوا الناس تمشي في امان كامل. منظومه متكامله تربط كل محافظات مصر ببعضها البعض وتعمل على تيسير سبل التنقل للمواطنين بامن وامان. مدينة 6 أكتوبر لها عدد من المداخل الرئيسية للمدينة، من ضمنهم المشروع اللي احنا شغالين فيه ده اللي هو ربط الطريق الدائري بطريق الواحات عن طريق إنشاء عدد واحد كوبري وعدد نفق واحد نفق. ده هيخدم مدينة 6 أكتوبر وهيحل مشكلة التقاطعات اللي كانت موجودة في المنطقة الخاصة بالمكان اللي احنا واقفين فيه يعني. المشروع عامة ده تطوير المحاور الرئيسية لمدينة 6 أكتوبر، وده من احد يعني جزء من المشروع الكبير. فتطوير الطريق كله يعني شبه خلاص احنا انهينا جزء كبير منه، وده يعني يعتبر الجزء النهائي في المشروع اللي هو النفق والكوبري. ده القادم من اتجاه الطريق الدائري يقدر يستغل الكوبري بدل ما كان بيعمل ازدحام على طريق الواحات، يقدر يستخدم الكوبري اللي احنا واقفين عليه دلوقتي لاتجاه طريق الفيوم ومدينة حدائق اكتوبر. النفق هيسهل لنا الخارج من مدينة 6 اكتوبر في اتجاه طريق دائري بسهولة جدا بدون اي تقاطعات. المشروع عندنا بيخش فيه حوالي 2000 عامل بصورة مباشرة، وانت عارف حضرتك ان صناعات المقاولات بيخش فيها اكتر من سلعة للصناعات الغير مباشرة، سواء مصانع حديد او مصانع اسمنت او مصانع رخام او اعمال مواسير. فكل ده بيفتح فرص عمل للشباب والخريجين بحيث ان هم ينموا يحصل نماء في الدولة واستثمارات كبيرة. طبعا مع قصة الاعمال وضغط الشغل والتحويلات وسهولة المرور اللي احنا عاملينها، طبعا ملتزمين بالاجراءات المهمات السلامة والصحة المهنية من فيست وخوذة وكمامة مع تعقيم المكاتب اليومية وقياس درجة الحرارة للعاملين. احنا كدولة نعمل هنا 6 حارات و6 حارات نوسع بيه الطريق من الاول للمحطة لغاية نهاية الشارع. حاضر. طيب في كوبري يوصلنا لطريق مصر الإسماعيلية نعمل. تمام سير. مفيش والدنيا ماشية خلاص. الكل يتطلع إلى أن تكون بلادنا في مكانتها التاريخية التي نفتخر بها كل أبنائها المخلصين. أهلا بكم من جديد. دكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق والمطارات، يمكن موضوع المونوريل اتكلمنا عنه، القطار الكهربي، فاضل نتكلم عن وسائل النقل بالكهرباء وبالغاز الطبيعي وتأثيرها إيه على الكثافة المرورية في كل الأحوزة العمرانية مش في العاصمة فقط. وأيضا كان في نقطة تانية كنت حضرتك عايز تتكلم عنها برضو، الصيانة. يعني خلونا الصيانة برضو من ضمن الحاجات اللي تم يعني التأكيد عليها، أن برضو بناء على توجيهات سيادة الرئيس أن يتشكل لجان على مستوى الجمهورية لكل محافظة بالاستعانة بكافة المسؤولين فيها بعضو من الجامعة الإقليمية اللي موجودة باختيار الطرق الأكثر احتياج بالمواني المناطق اللوجستية اللي موجودة والمواني الجافة اللي موجودة إذا كانت موجودة في المحافظة، بتسهيل الحركة، بطرح حلول للمشاكل المرورية اللي موجودة وطرح الطرق الأكثر احتياجا للصيانة. فده برضو ردا على الجزء الخاص بالصيانة، فيه اهتمام كبير جدا بموضوع الصيانة بيتم مش فقط على الطرق الخارجية ولكن أيضا للطرق الداخلية لداخل المحافظات والسماع لعمل حلول. يعني أنا عندي بني سويف اتعمل محور، اتعمل كوبري داخلي جوه محافظة بني سويف لتسهيل الحركة، يعني عبر حضرتك خط السكة الحديد بيمر من يعني قاسم بني سويف القديمة لنصير، فكان بتحصل فترات انذار كبيرة جدا لان في ازمنه تقاطر سريعه كتيره، فكان لابد من ايجاد حلول بعمل كباري. فده كان من ضمن الاقتراحات اللي اتعملت، وتعمل الكوبري وانتهى تقريبا. النقل النهري بقى بسرعه برضه. النقل السهل يا فندم حضرتك دلوقتي تم تطوير المجال المائيه وتطهيرها بشكل كبير للسماح بعمل النقل النهري بشكل كبير لنقل البضائع والافراد وخصوصا البضائع من جنوب مصر شمالها والعكس، والاهتمام بالاهوسه والقناطر اللي موجوده على مجرى نهر النيل، تسهيل حركه الملاحه خلال نهر النيل. وبدا يظهر عندي كمان افكار جديده داخل العاصمه زي التاكسي النهري لحركه الافراد داخل العاصمه، وده برضه من ضمن المقترحات الجديده اللي فيها جزء سياحي اكتر كمان من ان هو النقل. في نص دقيقه بقى، السيارات الكهرباء وتاثيرها هيكون ايه لما تنزل بالفعل وتشتغل في شوارع القاهره؟
سواقه الكهرباء انا عندي المفروض في مفاوضه دلوقتي بين شركتين كبار قوي في مجال الاتوبيسات للمسار اللي هيبقى على الطريق الدائري القديم اللي هيتم تطويره، هيبقى في مكان لمسار للاتوبيسات واللي هو بنسميه اتوبيسات خفيفه محوريه اللي هي البي ار تي. ده هيبقى اتوبيس يعني اتوبيس يا فندم وبحيث ان هو يبقى بسرعه اكبر فيبقى زمن الرحله اقل يسهل حركه الانتقال بشكل كبير، وده يعتبر وسيله نقل جديده لسه برضو احنا هنبقى حديث العهد بيها في الطريق الدائري اللي هو بيتم تطويره حاليا القديم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والمطارات والمرور بهندسه بني سويف، شرفتنا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وغدا لقاء جديد وملفات جديده، فالى اللقاء.